جايين في نص المنطقة، جاي في نص المنطقة هذينا سيارات الناس، هذينا كراب الناس، جي ترمي هذينا كراهب الناس، أرزاق الناس، ناس مدنيين. أنت جي دير مشكلة مع شخص تضر وراك الناس، حسبي الله ونعم الوكيل. وين وين 14 و23 في ذخيرة حرب، هذا اللي جايين بيه ذخيرة حرب. هذين أرزاق الناس، هذوما قاعدين مرقدين، خشوا عليهم، حسبي الله ونعم الوكيل. ترمي وتفجع في الناس، شنو استفادت انت؟ والله نحنا نبو ما نبو الا البلاد تهدى، وما نبو الا البلاد تركع، شنو بودنا نحن؟ الله ما بودنا الا كل الخير، لكن الله غالب بعد يجوا يتهجموا عليك في حوشك، ما عندك ما تدير هذا. والله ما فيها من مات دون عرضه وعرضه ومالي فهو شيد، لكن هالخبر رضى عاد قبل الوقت نقدر نقاتلوا في بعضنا، والله ما نردوا على بعضنا، لكن الله غالب هم اللي جونا لعند الحوش، هذه ذخيرتهم، ها هذه كلها ذخيرتهم. مهما يكون، مهما يصار، مهما حاجة كبيرة، ما في حاجة كبيرة، مش انك تجي تهجم في الحوش وتفجع الناس بحتى هذين ارزاق الناس، هذوما ناس ما لا حول ولا قوة عليهم. قصدي هذوما شن ذنبهم الناس؟ بالله عليك، بالله عليك شن ذنبهم؟ هذه ذخيرتك، ها هذه ذخيرتك، ها انت شن استفدت كي جيت؟ ها ها هذه كلها ذخيرتك، انت شن استفدت وجيت وفجعت الناس؟ شن استفدت؟ والله ما هي فرسنا، والله العظيم ما هي فرسنا انك انت تجي العرب في حيشانها، فرسنا انك انت تعدي تشقب امهات الشهداء وتشوف الجرحى، مش تجي تفجع الناس عيني عينك. والله كانوا وكل الذل ما نذلين ولا يقصر عمر حتى الشجر ما سلم.